اهلا وسهلا فيكم، دائما معكم طيله شهر رمضان المبارك بصحبه دائما عصير تايم، عصير تايم الاول في فلسطين، عصير تايم الاشهى والالذ، دائما اختاروه راح تكسبوه، فعشان هيك بنقول لكم يلا على عصير تايم في مدينه جنين شارع حيفا بجانب مطعم البابايز. تعالوا معنا في الجوله الجديده المتجدده مع عصير تايم، جوائز ومسابقات. اهلا مع عصير تايم، جربت عصير تايم؟ لا والله بعرف وش عند مطعم البابايز. اذا بتجربوا بترجع له كمان مره. كيف الله ليه من الاخر. طيب زياد، كم عدد ولايات استراليا؟ الله يا اخوي ما بعرف. شو يا سيدي؟ لا شو كم عدد شو؟ عصير تايم اذا بتجاوب على السؤال بتاخذ قسيمه شرائيه بقيمه 50 شيكل. عصير تايم بتعرف وين؟ عصير تايم لا والله ما بعرف. في جنين شارع حيفا جنب البابايز. عصير مميز وفعلا عالمي. نعم. وكاله كويتي بس مميز. سالنا ما هي اول مدينه بناها المسلمون في العراق؟ بابل. لا مش بابل. كل عام وانت بخير. تعالوا معنا نشوف. شو يا سيدي؟ كل عام وانت بخير. رمضان كريم. الله يخليك. محمد نصار. محمد نصار وقبل شوي زياد نصار. هاي كلها كنا منطقة نصار كلها. كنا محتلين المنطقة. الله ينصرنا جميعا يا رب. ما هي المدينة التي بناها المسلمون في العراق؟ أول مدينة. أول مدينة. ما أعتقدش إنها بابل معقول. بابل هلا كان بابل ولا لا؟ لا مش بابل لا استنى شوي. بابل. مش الحدائق المعلقة. ولا الحدائق. ولا النجف. ولا عجائب الدنيا السابقة. لا بلا النجف والوسطات. طيب. كل عام وأنتم بخير. لأنه ما أول مدينة بناها المسلمون في العراق. وقعتنا سودة. شو هاي؟ أول مدينة بناها المسلمون في العراق. مين؟ أول مدينة. خيرات. لا ما حد شيء بعيد. إلو السؤال. خيرات فيه؟ خيرات لا. شو يا سيدي؟ شو يا بطل؟ والله. إيش؟ لا من بعيد لا. بابل. مش علي يا سلام. رد على حالك. رد على حالك. خلاص بابل. أول مدينة بناها المسلمون في العراق. بابل. لا. يامن. شو يا سيدي؟ بابل أنا أعرف. شو يا عمو؟ شو؟ البطاطا. البطاطا عقلة في الأكل. ليان. طيب أغير لك سؤال. ليان كيفك؟ الحمد لله. طيب تعرف أستراليا؟ رحت على أستراليا؟ لا. ما رحتش ولا مرة؟ طب كان عدد ولايات استراليا قديش؟ 20 21 30 50 55 10 55. شو يا سيدي بلا 20 20 على اون على دبي 400 30 21 5 50 شوف 10 لا مش 10 عدد ولايات استراليا تعرفش كم ملايين انا من عندي جبت ارقام لا بتقول انا بعرف انت قاعد تحدد من 50 70 قديش من الواحد قديش بدك تطلع 15 لا من واحد من واحد واطلع يلا 40 40 اشكرك لا اللي جاب من وينه يعني شطارتك والله والله شطارتي اماني والله شطارتي اماني بشطارتك والله شطارتي تعالوا شو اسمك ربيع بالرب ربيع بالرب من شطارته ست ولايات يا جماعة ست ولايات هاي هديتك من عصير تايم أنا ما بعرف أنا هاي اللي سمعته يا سيد حبيبي طيب كل احترامك عصير تايم جربته؟ جربته بالسعودية وفي الأردن وهي هنا في فلسطين بالكويت شفته عن شارع حيفا كل احترامي لكم أشكرك حبيبي رمضان كريم الله أكرم قصر الشتاء والله اول مره بسمع فيه وانا اول مره بسمع فيه يلا يا فالح هذاك السؤال هذاك هذاك خلص طا لا خلص بفكر اشطر مني شو يا شباب شو ما هو اين يوجد قصر الشتاء شو بدريني حلو شو بعرفني شو بعرفني شو والله انا ذكرت اول مره بسمع فيه هذا اول مره بسمع فيه ممكن يكون روسيا
روسيا. ممكن؟ مش ممكن، أكيد في روسيا في لينينغراد. آه عشان تحفظي، عشان تحفظي قسيم شرايين بكل 50 شيكل من عند معصير بابا. شكرا لكم. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. كل عام. متابعينا مكملين معكم مشوارنا ورحلتنا مع عصير تايم في مدينة جنين شارع حيفا بجانب مطعم بابايز. ابو ايش انت؟ ابو صالح. ابو صالح، عاشت الاسماء يا ابو صالح. ابو صالح، اين يقع نهر الذهب؟ نهر الذهب عاشي فاضل. جوابك صح. جواب شوية. يلا عشان تجاوب تبعي. جوابك مزبوط. حر، ممنوع تجاوب عن غيره. السؤال إله مش لازم شاعر للأسف. نقدر نجاوبه. طيب خلاص، ما هو جاوب وحلب، قلنا له فيش لك هديه. طيب صالح، ما المدينة اللي بدي جاوب يا جماعة السؤال إله؟ بنغير السؤال للشخص الثاني. المدينة اللبنانية التي تلقب بسيدة البحار شو اسمها؟ في خيارات؟ الخيار ما في. والله البندورة والخيار غالية هالأيام. والله أكبر الخيارات. لا تحكيش من بعيد يا عمي، الله يسعدك. لا برضو غلط. شو يا ابو صالح؟ شو يا سيدي البلد؟ شو عرفتيها؟ مش عرفتيها؟ شو؟ بعلبك؟ ايش؟ بعلبك؟ بعلبك، بعلبك، شو يا سيدي؟ بعرفش. بعرفش. يونان؟ يونان؟ اليونان؟ من كله في لبنان بقول لي اليونان، يا زلمة في لبنان بنقول لك. لا 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 مش بيروت. عاصمة بيروت لا. شو يا سيدي؟ أنا فكرت فيها هسا، قلت لك الروشي، قلت لا مش الروشي. روشي لا. زحلي. زحلي يا عيني علي. زحلي ولا زحلك؟ زحلي. شو زحلي؟ طب انا بدي زحلك لانه جوابه غلط. حبيبي تسلم. شو بلبنان؟ بعلبك. بعلبك قلنا له لا. لا بعلبك ولا بعبك يا جماعه. طرابلس. ايش طرابلس؟ سلا طرابلس. 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 شو بدك تجاوب؟ انت انت شو بدك تجاوبها؟ عندك اياها انت. انا بعرفش. انا ويش انت؟ انا ابو علاء اسمي. ابو علاء اعطيني الهديه. هي هديتك من عصير طيب بس جوابك غلط. ليش؟ اعطيني واحده ثانيه. شو بدك ايش؟ شو في كمان في لبنان؟ في لا في العاصمه بتاعتها. لا بيروت. في في الروشي. اه وفي بعلبك. كلها البحر اللي فيها البحر شيء. صيدا. غيرها. سور. سور. سور سور. المدينة اللبنانية تلقب بسيدة البحار سور. سور سور أيوة. يسعدك. بارك الله فيكم. يعطيك العافية. وأهلا وسهلا فيكم. مبروك. طيب مشاهدينا ومتابعينا أشكركم على وجودكم معنا في برنامجنا عصير تايم، العصير الأشهى والألذ، دائما عنوانه جنين شارع حيفا بجانب مطعم بابايز. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا اللي تابعونا عبر شاشة الفجر الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي. شكرا لزميلي من وراء الكاميرا براء عمر ومني أنا منتصر العناني. لا تنسوا صوما مقبولا، إفطارا هنيئا، وتقبل الله الطاعة.